انت ليه حجيت 14 مره؟ لان كنت في احتياج لحاجه بالشكل ده. انا كنت بني ادم زي اي شاب بعمل كل حاجه وطايش وبتاع حاجات من دي. وفجاه لما دخلت ده قعدت في السجن سنه. في السنه اللي قعدتها في السجن كانت سنه في تغيير حياتي خالص. قابلني واحد اسمه عم يوسف، لسه بعرفه لغايه دلوقتي، يعني موجود في حياتي. عم يوسف ده عرف ان انا موجود في السجن فبعت لي، فما روحتش. وبعدين قررت ما اروح، فروحت لقيت زنزانه واحد مليانه اكل ومليانه ناس ومليانه شوشيه وعساكر وناس من كل حته. فقال لي، قعدت معاه شويه وبعدين قال لي تعالى بقى التمام بتاع الساعه 5، بنقفل كنا الساعه 5. هو الوحيد اللي بيقفل الساعه 7، زنزانته مفتوحه بعد التمام بساعتين. فقال لي تعالى بقى نتمشى، تروح اقفله. قال لي لا مالكش دعوه. خدني قعدنا نجري فوق السطوح في الدور الرابع، جري. وبعدين قال لي ايه انت، انت مش عايز تكلم ربنا؟ مش عايز ربنا يكلمك؟ قلت له ربنا يكلمني انا ازاي؟ قال لي اقرا قران هتلاقي ربنا بيكلمك. سمعت الكلام ده ورحت رايح جايب مصحف وحفظت، قريت مثلا حوالي كام سوره كده ورحت سمعتهم له، وكل يوم اقرا احفظ حاجه واسمعهم له، لغايه ما لقيت نفسي بصلي واصوم واعمل. السنه مرت جميله جدا، وبقيت لقيت حاجات كتيره جدا كانت غايبه عني. خرجت من السجن قلت يا رب عمره بقى، اعمل عمره. طلعت حجه، حجيت 14 حجه ورا بعض وعمرات مستمره. انا ما حجيتش غير السنه اللي فاتت، بس هي اللي ما حجيتش اللي هي بتاعت انفلونزا الخنازير، انما ان شاء الله هكمل. رحت لقيت نفسي انشرح صدري وحبيت الحكايه وتدينت جامد. وانا اساسا ابويا ازهري، فيعني كان عايز يطلعني بحفظ قران وبتاع، انا طنشته وبتاع وقال يعني للشباب. فلقيت خايف. نفسي ايه؟ خايف من يوم الحساب؟ مش ما هو انا لازم اخاف، لازم كلنا نخاف، بس لو احنا ضربنا نفسنا مش هنخاف. زي ما قال برضو اذا تبتوا هتبقوا كويسين وهتبقوا. فانا هبقى بعد كده يعني نعم ليا التاريخ مزفت قبل كده ومهب بهباب، انما ايه اللي عملته بعد كده هيغفر، وانا واثق انه هيغفر لان هو اللي قال لنا. ايه الحاجه اللي انت سعيد انك انت تبت عنها؟ قلة الأدب والبتاع والحاجات الوحشة اللي كانت في البني آدم دي، الحمد لله تخلصت منها تماما. كويس، أنا كان ممكن أفضل طول عمري وسخ وحاجات من دي.